خير نشور؟ قالوا لي انك تبيني. تفضلي. انا اليوم جاي علشان اقول لك كل اللي صار. تفضل اسمع. عسى الله يفرجها عليك ان شاء الله. على التدريب انا كل يوم ادعي لك بصلاتي انت ونشور. لا تبي الطريحه قدامي. ليش؟ شلي ليش؟ انت اكثر واحدة عارفه ليش. دانا انت اللي نشر الخبر بالانترنت والجرايد وتويتر؟ اي اكيد وراح اسوي اكثر من شيء. مو زين عليك انت ما تخافين؟ انت لحد الحين مو متاكده اذا هي القاتله او لا. عسى الله ينتقم لي منها يا رب. قولي امين. استغفري يا ربك مو زين. انت بنت وباك وراك مستقبل، لا تقدرين تدعين على البنيه. انحرتي يا منور انحرتي. عسى الله يهدي النفوس ان شاء الله. كل شيء بدا من رنة التليفون. من كان متصل؟ الو نشور. هلا استاذ. تعالي بطلع سيارتك ماني قادر اطلع. اي يلا استاذ كاني نازله. وبعدين؟ شو اللي صار؟ كملة؟ إلا على فكرة محمد وينه؟ ايش في ما تعشى معانا؟ محمد زعلان؟ زعلان؟ وش اللي مزعله؟ اليوم ملكة سمر. ها؟ ملكة سمر اليوم؟ من علي؟ على ولد الحلال، ولد ناس. الله يسعدها ويوفقها إن شاء الله. آمين يا رب وتمم عليهم. ويعينك يا محمد، أدري فيه الحين. قلبه شاب نار. لكن شو تسوي؟ خلاص البنية وراحت. محمد مو ياهل. يوم كانت تبي وبين يدينا عافها، يوم صارت الغيرة الحين يبيها. بنات الناس مو لعبة. أنا وياك وأنا هالكلام قايله من قبل، بنات الناس مي لعبة. لكن اللهم لا ترى هذه نتيجة تسرع.
طلق البنية لمجرد شكوك، والحين يوم راحت يزعل؟ وهو اللي يابه حق نفسه وخليه يتحمل. فيك؟ منو يعطيك الباب؟ عادي، يمكن امي تبي شيء. روح شوف ايش فيه، شنو تبي؟ روح. زين بشوفه. اهدي اهدي، ريلاكس ريلاكس شوي. يما ايش يما ايش فيك؟ خلاتيني ايش فيك؟ خلاص ايش فيك؟ خايفه ايش فيك؟ اي والله يما، اول مره اخاف كذي وقتها. ما ادري شنو. بسم الله الرحمن الرحيم. توني حاطه راسي على المخده ابي انام، ولا ما وعيت الا ذاك الصوت، ولا كان بيبان تترقع بجدامي، ولا شيء يطلع كذي بصوب الطوف، كنا يمشي. ما ادري شو السالفه، ما ادري. ايش فيك؟ ايش فيك تضحك؟ خالتي من شفتي على الطوف يمشي يعني شلون؟ ما ادري ما كذي جنة شكله ريال اسود وطويل ولقرون وعيونه هالكبر وعلى ذيك الكشرة. اللهم يا كافي، اللهم يا كافي. سكني انا خفت يما، قلت يعني كان يما يوسف تنام معاي الليلة. نعم. ولا يهمك خالتي، ما يخالف يوسف، ما يخالف خالتي، انا ينام عندك بالغرفه لا تحاتي. شنو؟ ما يخالف يما، خايفه يما والله، ما اقدر انام. تعالي حبيبتي خالتي لا تحاتي، يلا امشي نام. امشي يما، امشي حبيبتي بديتك، امشي نام. صباح النور حبيبتي. شنو طالعة؟ ايه بروح الصالون بعدين بروح بيت امي. زين يلا خليني اقوم اخش شاور سريع واوصلك. لا ما له داعي، انا معي سيارتي. خليني اوصلك حياتي احسن. لا ما يخالف، انت ريها خذ راحتك، لان انا عندي كذا مشوار مع امي. على راحتك عمري. ما شفت مفتاح سيارتي؟ كامل كامل. باي يا عمري، دير بالك على نفسك. شاء الله. صباح الخير خالتي. هلا صباح النور. تبين شو؟ انا بروح بيت امي. هو من الصبح بتروحين بيت امك؟ اي عادي بيت امي، ليش فيها شيء؟ شلون يعني ما فيها شيء؟ شلون ورايلك موجود بالبيت؟ قعدي معاه، جاب لي، قولي له صباح الخير، قولي له محتاج شيء. انتي من دشيتي علينا ما قد جبلتي لا على ريوق ولا حتى على استكانه شاي. تطمني يا خالتي، انا قلت له صباح الخير وهو راضي عن كل شيء. باي. قطيعه،
ايش هالبنيه ذي؟ لسانها يلوط اذانها. ولدي هالاثول ما ادري على شنو ساكت عنها. مصيبه. ما انا ايش حق اعور قلبي؟ والله. وين رايحة؟ بروح الكافي شوب. أول مرة تقرريني ما تقولي لي. وبشاير أنا بروح أدرس وأنتي ما تحبين دراسة. وكل هالكشخة والبيك أب عشان تدرسين؟ مواعيد الكتاب أنتي؟ بشاير الله يهداك، يعني تبيني أروح يعني وجهي أصفر؟ تدرين أنا أحب الكشخة والكاتب. عشتوا. إذا وش حقا ما تدرسين بالبيت؟ ها؟ منيرة بتشرح لي درس أنا مو فاهمتها، تشرح لي عرفتي؟ وهالمسعدة من متى صارت تدرس؟ يعني صارت تدرس يعني. زين زين. انزين أعطيني مفتاح سيارة. وبتاخذين السيارة بعد؟ عيل أروح ماشي مثلا؟ لا، بس قلت يمكن الأستاذة منيرة بتمرج. لا، إحنا متواعدين هناك. أوكي. زين، تبين شيء؟ لا سلامتك. باي. باي. يا ربي هذا ايش فيها؟ مو عجبتني كلش. اقول لك فايده ولا الحين تنام عندكم؟ واي يمه، مو من صدقي هالمره. تخيلي كل يوم تطق علينا الباب وتقول قاعد اسمع صوت كنا في شيء، وينزل يوسف مسكين يعفس البيت فوق تحت وما يلقى شيء، لما بعدين تقول بنام عندكم. والله عيار عيار، بس تبين الصراحة أحسن، فاكتني من ملاقة يوسف. هو ايش فيك؟ في وحدة تتكلم عن ريلها كذي؟ وهي ما تكفي. ايش صاير؟ مضايقك؟ لا. عم قصر عليك بشيء؟ لا يما، كلهم ترى سبوك فلوس. يتكلمي ايش فيك؟ ما ادري احس كله مالي خلقه. كله مالي خلقه قاعد معاه، مالي خلقه اسولف معاه، ما ادري ليش. عادي يما عادي، هذا ببداية الزواج يصير كذي، بعدين شوي شوي تعودون على بعض. انت يلا عشان نلحق على السوق. يلا علشان انا امر الخياط بعد بالمرة. الو. هلا بشرة حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله زينة، انت شلونك؟ انا الحمد لله. ها عندك؟ يا اختك مشتهية شاي على الفحم من قهوة المباركية، وهي هبل شايهم. وي شطاري عليك. شنو شطاري علي؟ اقول لك مشتهيته الصراحة، قلنا دراس وخاطري فيه، وناسة بعد على الهواء الطلق. امشي خلا مرج ونروح. لا مالي خلق، روحي انت ويا مناير. مناير الهاي كلاس اختك ام الهول؟ ما تتنزل اصلا تروح الاماكن ويعشتوا. اي بتدرس هي، وتقول في شغله مو فاهمتها وتبيك تدرسينها. ويعشتوا، في احد يدرس يوم السبت؟ عطله يا بابا عطله. ايش فيك انت واختك هولات؟ هاو؟ هاو انت ايش فيك تهوهوين؟ اقول منيره؟ انت كلمت مناير اليوم؟ لا والله يا اختك، صار لي فتره ما كلمته. ليش صاير شيء فايتني؟ يا جليله الحياه، انا اعلمها. منو هذي؟ مناير يعني ماكو غيرها. أقولك تعالي مريني، أنا عارفة ألاقيها. يلا باي. جليلة الحياة. وش صاير؟ لكن ما خليهم الحين أروح لهم أعرف شو السالفة. حملني. هلا يبوي. حملني وين توديني؟ مو قلت لك خليها مفاجأة. إيه حملني، بس أنا بعرف أي مطعم خاف ما يعجبني. أنا متأكد مليون بالمئة راح يعجبك. حملني أكرهك. حمونا اللي عازمك؟ إيه. لين نوصل المطعم. والله أقنعت. عفا عليك، أذبحك بأسلوبي المولع. يا مولع. أدري. وأنا بعد أدري. هذه شو مطلعها بروحها؟ هذه ما تطلع بروحها. أكيد وراها شيء. اي شنو عاد؟ شو دراني؟ بموت واعرف. يعني بتتصلين فيها؟
هبله انتي؟ انا اتصل واسالها وينك؟ زيش بتسوين؟ انا اعرف شو اسوي. يلا قومي. اقوم؟ يما منك مو هينه. يلا خلينا نشوف. انا بعرف ليش لحن اختك تتحكم فيك. ليش ما تستغلين عنها؟ صح كلامي. بالبدايه كانت وايد تتحكم فيني وتسيطر علي. تخيل ما كنت اقدر اشيل خيط ببره من غير ما اقول لها. بس الحين الحمد لله انا وايد تغيرت. الحين هي ما تقدر اصلا تتحكم فيني ولا تسيطر علي. بس انا احسك الحين خايفه. ليش ما قلتي لها ان علاقتنا؟ الموضوع مو موضوع خوف. السالفه ما فيها ان انا ما ابي احد يدري بعلاقتنا غير ما اعرف شنو مصيرها. مصيرها؟ علاقتنا؟ سوري بس يعني ما فهمت. يعني قصدي الكلام اللي بيننا، روحات، ردات. ليش انت شنو حاطه ببالك؟ انت شنو حاطه ببالك الاول؟ ما ادري. شلون يعني ما تدري؟ انت ما تفكر بالزواج؟ ما ادري. وين؟ كون صريح معاي، لا تلف وتدور علي. انا من حقي اعرف شنو نهايه هالعلاقه. مناير، ترى احنا ما صار لنا اسبوع نعرف بعض، تونا بدينا نطلع ويا بعض. يعني اتوقع الحكي اللي قاعد تقولينه سابق يعني تو الناس. انا ما قلت لك تعال تزوجني باكر. ادري يا مناير، بس يعني الموضوع يبي له وقت. نقعد ونطلع ويا بعض لين نشوف احنا نصلح حق بعض او لا. تالي نفكر اذا نكمل ولا لا. حلو، كلام وايد منطقي. ايش رايك فيني؟ مولع صح؟ ضحك يا عم. ايه كذي ويك منور شحلاتك؟ شو اللي غير فكرتك؟ ايه خلاص ماكو شيء يسوى علشان اسال عنه. قلت لك الحياه حلوه، عيش الحياه. خلاص يبو عقلنا. ليش كنت مجنون وعقلت؟ تقدر تقول. تصدق هالكورس مر بسرعه. شوف يا عزيزي، كورس الربيع دائما يمر بسرعه لان كله عطل وجازات رسميه. ماش حق حاطين لو يشيلونه احسن. هي بس ماني متخيل الاسبوع الجاي امتحانات الفاينل. الا ما قلت لي. شو اخبار دكتور طارق معك؟ لا الدكتور طارق وايد مستانس عليك. اكيد لانك ولد حلال وحبوب وماشي على كلامه. تصدق اللي قبلك ما طول معاه اسبوع جاي نكفه. الحمد لله. اصلا انا ماشي على سياسته والابحاث والتقارير اسلمهم له اول باول. بس شنو؟ انت صح. شوف اقول يوسف. هلا يمه. اليوم يمه واحده من رفيجاتي بتمرني عقب صلاه العشاء. اي مو حياها الله بيت بيتها. تبي تجي تسلم عليكم تبارك لكم عاد انزل وسلم عليها. ان شاء الله على مرتك. الا وين مرتك؟ ما ادري يمه بس قالت بتي على الغدا هي. اي غدا الغدا وحطيناه. بعدين هي تعرف موعد الغدا. ايش هالسالفه ذي؟ بعد المثل يقول اللي بقلب الصلاة ما ينساها. ما علي ما علي يمكن راح عبالها ونسيت. ما علي يما. كافي صلاة. السلام عليكم. اسف تاخرت. سلام. هلا حبيبتي. هلا والله. حدي وعانا. اعطيني صحنك. اعطيني شنو تبيني احط لك؟ والله حط نفسك. نفسي اوكي بس لا تكثر عيش. ما كثر عيش، كافي كفشة واحدة. اوكي هذا لحم. ايه هات شكل قلبي. تسلم ايدك. انا رقع يمك. شنو تبي تشربين؟ نفسك. نفسي ماي. عشت. ايش فيك خالتي؟ اقول يعني الريال قاعد يتغدى خليه ياكل براحته. الاكل قدامك حطي لك بنفسك. يما الله يحفظك ما فيها شيء يعني انا مشتي احط لها اليوم عادي يعني. الله يهني سعيد بسعيده اللي عمرك ما حطيت لي صحن ولا حتى جبت لي كلاس ماي. ايش فيك؟ ليش قاعده تضحكين على الاكل؟ سلامتك خالتي ما في شيء. يما حبيبتي يلا خلصي صحنك عشان احط لك انا بعد. يلا خلصي حبيبتي. الحمد لله الله يزيدها من نعمه. ما ابي. خالتي ما كملتي اكلك؟ ما ابي حبيبتي اكلي انت شبعت. بالعافية. اكل الحبيبي. ما ادري ايش اقول لك.
ما علي قلبي، بس لان امي مو سوده ادلع احد قدامها. طول عمرنا انا وياها بالبيت، تدلعني وادلعها. فمع الايام ان شاء الله بتتاقلم. استحملي. ان شاء الله. ركاهي سياره ركاهي. لحظه، ما سيارة حماني؟ هي من متى تتكلم وتعرفه؟ ايش دراني؟ اذا شو نسوي؟ اوقف؟ اي وقفي وقفي هني. يلا زين. بس ايش بتسوي انت؟ انا باخذ السياره عنها لحقين البيت. الاخبار اللي مع جسر سلوى. محمد وين اليوم؟ محمد مال رفيجه طالعين تغدون برا. وين الشايبه؟ ايش فيك تاخرتي؟ اقول محمد بعده متضايق؟ لا الحمد لله، تعدلت نفسيته واستسلم للأمر الواقع. الحمد لله، زين زين. بس صدقين ما ياب لي طاري مو لي. يمكن منحرج منك لأن أنت أكثر واحد تداحر على موضوع طلاقة. يمكن، ليش لا؟ الله يعوضه بنصيب أحسن من كذي. آمين يا رب العالمين، الله يسمع منك. أصب لك شاي؟ طبعا، يعني وين أروح أشرب شاي؟ بشرب الشاي أحلى وحدة في الدنيا مسويته، ما تبيني أشرب؟ يا بعد جدي. زين شو الله يبيك خبرك، ترى كله كورس واحد، ان شاء الله بتعوضين. هاي حيدر، بس لو ما صار اللي صار كان انا الحين بسنه التخرج. ما كورس واحد ما راح يعطلك وايد على التخرج، وانت قدها. اي بس شلون ادش الجامعة؟ شلون احط عيوني بعيون البنات عقب اللي صار؟ عادي دشي وحطي صبعك بعينهم. انت شو مسوي الله يهداك؟ كلها فترة ان شاء الله وتثبتين براءتك، واللي كان مضايق منك بيرجع يكلمك مرة ثانية. نشور الله يهداك، لا تبكي. ترى انا ما اقدر اشوفك. بعدين انت لازم ترفعين راسك. اي وحده بمكانك كانت راح ترفع ايدها على الموضوع مبكر، بس انت كملتي الموضوع لاخر. ما حد كان يتوقع الصراحه مع السكرتيره اللي وياه هي اللي غدرت فيه. الله يغفر لهم وينسيني ان شاء الله. تدرين ان انا باقي لي هالكورس بس واتخرج؟ اي ادري. الله يوفقك ان شاء الله. عاد تدري هالدواء من كل قلبي، لان انت انسان وايد طيب وقلبك نظيف. بيني وبينك انا كلمت ابوي بموضوع الزواج. صدق؟ تتزوج؟ اي بس هو قال لي خل اتخرج واول شيء اخطبها وبعد ما اتوظف ان شاء الله راح املك عليها. تبيها؟ اي ابيها. وهي؟ الصراحه ما ادري. شلون ما تدري؟ هي واحده من الثنتين، يا تبيك يا ما تفكر فيك. صوتت هني انت. حماني انا حافه سيارتي هني، شلون صوتت هني؟ يمكن صوتت غلط يا وش الداخليه خذاها. لا حماني انا ما صوتت غلط، انا صوتت صح. زين خلاص خلاص، خلي الموضوع هذا بعدين. ترى وديك اردك البيت وتالي انا ارد الكوي. حماني انت تدري مشاي ايش راح تسوي فيني؟ راح تذبحني، راح تقلب علي الدنيا. خلاص يا قلت لا تحاتيني، اردك البيت وتالي انا ارد اسرع سيارتك. يلا امشي امشي. وين اروح؟ يمين ولا يسار؟ الحين يمين، رابع بيت على ايدك اليسار. انت شنو تدين بيتكم اي بيت على اليسار؟ يعني بيت اللي ما ادله مثلا؟ خلاص خلاص خلاص. هذا اللي على اليسار؟
وين سيارتك؟ كاكا السيارة. هذه سيارتك؟ ايه. يلا نزلي وديري بالك. دق عليك انا بعدين. بطة شبدي. ليش؟ طلعوا يا حماني. هدي حبيبتي هدي. أنا أتصرف وياها. إنزين. شرفت. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ممكن أعرف منو اللي خذ السيارة من قدام الكوفي شوب؟ أنا. لأني احتجتها وقلت دام إنك ويا الأستاذة منيرة أكيد هي اللي بتردك، وإذا مو مصدقتني الحين أكلمها. كلميها ويا تلفوني يا ران. ألو؟ ألو منور. هلا حبيبتي. أقول أختي مناير وياك؟ لا والله من زمان ما أدري عنها. يمكن تلاقينها رايحة كافي شوب ويا الحب، ما أدري. بس كافي. جرحنا مشاعرك. طيحت لك حب وغراميات، ومع منو؟ مع حماني؟ حبيبتي انا صديقتك وملزومه فيك، واذا ما تبين تقولين لي اختك اولى، لازم تقولين لها. خليها حبيبتي، خليها. هي مثل الزقاره. يولعها ويعشمها بالحكي الحلو، وتالي يقطها ويدوسها. صدق انك ما تستحين على وجهك، في احد يرضى على نفسه يكون كذي؟ كاهي. أكبر مثال قدامك. بس لا أشوفها بعدين تي عندي تبكي. شوفوا عاد أنتوا الثنتين، أنا سوالف ملاحق وتدوروني من مكان لمكان، هذه أنا ما أحبها. والحين أنا بقطها بويهكم بكل صراحة. أنا أحب حمني، وحمني بعد يحبني. ولا يكون عبالكم أن حبنا هذا فيه شيء غلط لا قدر الله، لا لا. إحنا حبنا وايد نظيف وسيدة، ووايد واضح ونظيف. وإذا مو عاجبكم عندكم أطوف، طقوا راسكم فيها، لوعتوا كبدي. هي جذيلة الحياة؟ أنا طق راسي بالطوفة؟ ما عليك منها، ما عليك منها. أنا وحماني أصلاً ربع، وهو ما يخش عني شيء، أنا بجيب لك الأخبار. يحبها. للحين ما صدتونه؟ للحين ما صدناه، بس عممنا اسمها بكل مكان. حسبي الله ونعم الوكيل. شلون قدرت تنحاش وتورط بنتي في هالمصيبه؟ لكن الله بيجازيها وبياخذ حق بنتي منها. نوره ما انحاشت الا وهي خايفه من شيء. نشور يبا، براتك راح تبين باسرع وقت، وان شاء الله الناس راح تعرف كل شيء. ابي الديره كلها تعرف براءه بنتي. اي نفس ما قعدوا يتكلمون بسمعة اختي ويشوهونها ويتناقلونها عبر التليفونات وتويتر، حتى ما همهم مستقبلها. نشور، انت اخذتي وقت كافي علشان تستعيدين ذاكرتك، بس الخوف اللي انت فيه لازم تغلبين عليه علشان تساعدينا بالقضيه تثبتين براءتك. شلونك يما؟ هلا هلا. يما انا وسمر طالعين، تبين شيء؟ وين على الله؟ هالوقت احد يطلع؟ يما بنروح السينما، في فيلم ناطرته سمر من زمان واليوم نزل. صدق والله؟ اي يما. شنو الفيلم؟ توايلايت الجزء الثاني.
ايه عرفته عرفته، انا شايفه الجزء الاول بالتلفزيون. عاد انا من زمان من زمان ودي اشوف الجزء الجديد. صبروا شويه اروح اغير وارجع لكم. وين وين وين؟ ليش تغيرين؟ وين بتروحين يمه؟ بروح وياكم السينما. خالتي هنا حاجزين بس كرسيين، واتوقع في كرسي يمنا. ما يخالف يمه، اكيد في كراسي ثانيه مو الا يمكم. يمه الله يهداك، انت مو قلتي رفيجتك بتيج بعد صلاه المغرب؟ رفيجتي؟ اي انا ما قلت لك؟ هي اتصلت وكنسلت. تدري عاد ليش؟ تقول تبي تطلع مع ولدها وجنتها بيودونها يعشونها. شوي شوي بس نطروني، زين ابدل وارجع لكم ان شاء الله. ما علي حبيبتي، انا متعود اودي امي السينما من فتره لفتره، عشان كذي هي تحست الموضوع. ف نفس ما قلت لك من قبل، يعني الوضع جديد عليها، ف يبي لها فتره على ما تتعود. خلينا ننطرها بالسياره يلا. معقول الحب يدش قلبي ويسوي فيني كذي؟ بيوم وليله غيرني وخلاني انسان ثاني. وش معنى مناير؟ وش معنى مناير من بدهم كلهم؟ بصراحة خلت للدنيا معنى والحياة معنى ثاني، حتى الطموح اللي بداخلي صح. يا سلام، وين آخر من يعلم؟ وش صار يعني عشان تكونين آخر من يعلم؟ شنوش صار؟ طلعات وروحات وردات وسهر بالتليفون تالي الليل، كل هذا يصير من وراي وأنا ما عندي خبر. ما صار شيء، احنا للحين قاعدين نتعرف على بعض، نستلطف بعض، يعني احبه ويحبني. فيها شيء ممنوع؟ اي ممنوع تحبين الا لما تقولي لي. انت طولتيها وهي قصيره. هي 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 احاجيك. ايش تبين؟ صار شيء ثاني غير الطلعات انا ما ادري عنه؟ لا ما صار. وبعدين انا مو غبيه، اذا حسيت انه هو علاقته مو جديه وقاعد يلعب راح اوخر عنه. وممكن اطلبش طلب، ممكن بس خلاص توخرين عن حياتي ولا تتدخلين فيها. تصرخين بوجهي انا؟ ما علي مناير، انا اوريك. الو، هلا حماني. الحمد لله بخير، انت شلونك؟ ماكو والله، قاعد ادرس. انت ايش عندك؟ منيره، انا ما لقيت واحده اكلمها غيرك بصراحه، وفضفض لها اللي بداخلي، لانك انت اقرب واحده لي من بنات الجامعه. قول عسى ما شاء، بتكلمني عن شنو؟ بكلمك عن مناير. مناير؟ يمكن الكل يعرف اني انا بالجامعه لعوب، ومن بنت لبنت، بس صدقيني انا تغيرت. البنية هذه عفستني فوق حدر، ما ادري ايش صار فيني. عفست؟ شلون يعني؟ حسيت ان في شيء بحياتي يستاهل اني اتعب عشانه. حسيت ان في حلم التخرج، هدف ادرس عشانها. مناير صارت جزء لا يتجزا من حياتي. حبيتها يا منيره، حبيتها. منيره، ايش فيك ساكته؟ بصراحه حمني ما اعرف شو اقول لك. قولي لي رايك ببنية، يمكن انت تعرفينها عن قرب احسن مني. مناير خوش بنية، وانت ريال محترم، الله يوفقكم ان شاء الله. حبي لأهل بنية غيرني وايد يا منيرة، سبحان الله. شلون الحب يغير البني ادم؟ مش ممكن. قبل كنت اطنز على ربعي اللي يحبون، ما توقعت ان يوم من الايام بكون واحد منهم. الله يوفقكم إن شاء الله.